عروسة مصرية بفستان أبيض مكشوف وعريس سعودي بعباية خليجية من غير ما ينسى الشال والبشت. وصلت رقص للاتنين على أغاني المطرب أحمد سعد لفت السوشيال ميديا كلها. إزاي كان سبب انتقاد وهجوم كبير عليهم للسعودي ساب عروسته لابسة فستان جريء وبترقص كده؟ خلال الساعات اللي فاتت انتشر فيديو كان حديث الناس لانه على عكس التقاليد في الافراح السعوديه، ومن الواضح كمان ان ستايل الافراح المصريه بهتت عليهم. مش بس الافراح، ده الاغاني كمان. العروسه نسيت نفسها خالص ونسيت فستانها وفضلت ترقص رقص جريء جدا وسط اصحابها قدام العريس اللي كان بيسقف لها ويضحك. الفيديو مدته 18 ثانيه كله عباره عن رقص وتنطيط من العروسه بالفستان المكشوف شويه وسط الناس اللي اغلبهم رجاله، والعريس مبسوط وبيسقف لها. مش بس كده، العريس السعودي حاول يرقص مع العروسة رقص مصري مش سعودي ومستمتع بالفرح والعروسة وأغاني أحمد سعد المبهجة جدا، ونسي كل التقاليد الزي السعودي اللي لابسه. الفيديو على قد ما هو مبهج على قد ما كان سبب في هجوم كبير قوي على العروسة بسبب فستانها والعريس اللي ما كانش معترض أبدا عليه ولا على طريقة الرقص. ما كانش عارف إنه لقطة صغيرة في فرحه ممكن تطلع ترند وهيبقى حديث كل السوشيال ميديا في مصر والسعودية كمان. كمان ان السعودي سمح لمراته تلبس فستان مكشوف قوي كده خلى الكل يهاجمه. ازاي يسمح بكده؟ انتم بقى ايه رأيكم في اللي حصل؟ هل من حق الناس تهاجمهم ولا لا؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.